طيب هقول لك يعني الكلام اللي اتكلمه استاذ محمد مع احترامي له 99% او 95% خطا. اول شيء كل الاخطاء التكتليه، اول شيء اوكرانيا لا تمتلك صواريخ تصل 200 و300 كيلو متر، اذا اعطت هذه الصواريخ يعني ستكون من الناتو وستبدا الحرب العالميه الثالثه، لانه فعليا هذه الصواريخ تصل برادارات امريكيه وبريطانيه، هذا تدخل مباشر، ليس هناك صواريخ. هذا اول خطا وقع فيه. الخطا الثاني اللي وقع فيه السيد محمد لما بيقول انه سيطر على 93% من لوغانسك، 93% من لوغانسك في ايدي الجيش الاوكراني و97 بايدي الجيش الروسي. يعني هذا الخطا الثاني. بالنسبه لما يقوله في روسيا لما دخلت معركه عسكريه، دخلت معركه عسكريه مع اوكرانيا، لا تدخل مع حلف الناتو، وهددت ان لا يدخل حلف الناتو. ولكن فعليا اذا دخلنا على منظمه اللي مسمى الاوبن سورس انتليجنت، يعني اي منظمه امريكيه، الروس دمروا كل الجيش الاوكراني وكل معدات الجيش الاوكراني، حوالي 425 الف قتيل من الجيش الاوكراني. هذا مش كلامي، هذا الاوبن سورس اوف انتليجنت اوسين، هذا موجود على الانترنت. اول شيء. ثاني شيء، الان اوكرانيا تعتمد بشكل نهائي على الاسلحه الغربيه، ليس لديها اسلحه. ما احنا عم نتكلم كانت اوكرانيا البلد الثاني باوروبا من تصدير الاسلحه التقليديه، لان واسط الاتحاد السوفيتي جبال من الاسلحه. هذا اول شيء. انهارت كل منظومات الدفاع الجوي، انهار، ما عندها حتى مدرعات ودبابات، عندها فقط اسلحه الناتو، ليس فقط. يعني اذا الناتو بيقطع الاسلحه الان او يستنزف بالاسلحه، الجيش الاوكراني سيقام. يعني ليس لديك ما يسمى موارد لان تقوم. وبالنسبه ما يقول فصل الشتاء، السيد محمد بيقول فصل الشتاء قادم، وتصبح ما يسمى اللوجيستيك، الامدادات بتصير صعبه. طيب يعني فصل الشتاء بس على روسيا مش على اوكرانيا؟ يعني ما هو الامدادات صعبه من الطرفين، هي شيء طبيعي. يعني الامدادات صعبه من الطرفين، المعركه بشرق اوكرانيا والمعركه باوكرانيا. يعني اذا بكييف جوا زائد 15 بشرق اوكرانيا ناقص 15، لا هذا كلام غير معقول. الشتاء بيوقف نوعا ما، بياثر نوعا ما على تحرك الجيش وسهوله انكشافه عن طريق المسيرات، لانه بيصير ابيض وكل اوراق الشجر بتنزل فبيصبح جاهز، بينما يكون في غابات يستطيع الجيش ان يستخدم الغابات وهذا فعليا الجوكر الوحيد بالجيش الاوكراني يلي استخدم الغابات بهجومه على الخارج. طيب. ففعليا ليس هناك تقهقر للجيش الروسي، هناك تفوق عددي، تفوق عددي. روسيا بس استاذ احمد سمحت لي، استاذ احمد بس ثواني، روسيا لا تريد ان تكون تحتل اوكرانيا. روسيا لما كان في تفاوض في تركيا في اسطنبول، روسيا عرضت على اوكرانيا ان تعترف بذات قرب جزيره روسيه واللوغانسك والدنيسك، مع انه موسكو كانت في كييف تقريبا، والدنيسك واللوغانسك تصبح اداره ذاتيه، وخرسون والزاباروجيا ترجع الى اوكرانيا. لا، رفضت اوكرانيا، اوكرانيا لم ترفض على فكره، رفضت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، لانه قرروا القتال لاخر اوكرانيا، والان القتال يستمر لاخر اوكرانيا. لذلك الروس قاموا بالتعبئه الجزئيه، لان الرئيس بوتين علم ان لا قرار، يجب المعركه مستمره لقتل اخر اوكرانيا. ولكن انا برايي الان بدا الغرب يتململ، يعني صار يستنزف بالسلاح الان، ليس لديه هذه الموارد لانتاجه. وزير الدفاع الايطالي اليوم قال، يوم امبارح صرح، قال لا، ليس هناك دفعات الاسلحه. وزير خارجيه، وزير الدفاع البريطاني ارسل فقط قيم الان، يعني هناك في استنزاف لاسلحه الناتو. طيب دكتور محمود، انا عايز الاستاذ محمد يرد كمان، يدخل معانا عشان يرد على النقاط اللي حضرتك حاولت توضحها، او يعني دكتور استاذ محمد اتفضل رد على ما اثاره الدكتور محمود فيما يتعلق بردود حضرتك، اتفضل. يعني عاده ساحه القتال هي تعطي النتائج، نحن منذ شهر مارس نحن نرى اين الانتصارات الروسيه واين الانتصارات الاوكرانيه. اخر هدف حققته روسيا، لا 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 لا، احتلال، اخر هدف حققته روسيا في اوكرانيا هو احتلال مقاطعه لوغانسك. منذ تلك اللحظه انقلبت الايه، انسحبت روسيا تحت ضربات الجيش الاوكراني، تحت انتصارات الجيش الاوكراني. هذا مو كلام، انهارت في الجيش الروسي، هذا ليس له اي وقاع اللي عم بحكيه. هذا عزيزي انا لم اقاطع، يعني كلام شعارات فقط، انا لم اقاطع، انا لم اقاطع. استاذ محمد، استاذ محمد تكلم وقائع، تكلم شعارات فقط. انتوا شعارات يا اخي، انتوا اللي عم تحكوا بالشعارات. هو تشويه على التلفزيون، يبيد الجيش الروسي، الجيش الاوكراني، اين الجيش الاوكراني؟ روسيا تتدمر، اكثر من 80,000 قتيل. لا تشبه، 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 لا تشب
انا لا اكذب، انت تكذب حتى الجيش الروسي يكتب الشعب الاوكراني. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، يا دكتور محمود، يا دكتور محمود، نحترم معلش بدون ان نوجه اتهامات لبعض، نرد ونعقب ونصحح لو في معلومه خاطئه. اتفضل. محطات الكهرباء ردت روسيا بقتل المدنيين بضرب محطات الكهرباء والتدفئة لترتيب الشعب الاوكراني. قتل في اوكرانيا، هل فيك تقول لي العدد المدنيين؟ الجواب جاء بالتحام والتفاف الشعب الاوكراني مع الرئيس الاوكراني، واليوم نرى مظاهر الشعب الاوكراني في خرسون كيف يستقبل الجيش الاوكراني، في مقاطعه خاركوف كيف استقبل الجيش الاوكراني. الشعب الاوكراني بنسبه 100% يلتف حول رئيسه. ما حصل هو تراجع، انهزام، وخساره روسيا. هذا على امر الواقع. اوكرانيا تحصل على اسلحه الناتو، نعم تحصل على الناتو، ويجب على اوروبا دعم اوكرانيا، لان في حال سقطت اوكرانيا لماذا؟ هي بولندا او استونيا او ليتوانيا، وهذا ما تفيد به. طب والجيش الروسي تتاخر لشو؟ كيف تقهقر؟ إذا الجيش الروسي عم يتقهقر ليش يدخل على أوروبا يعني؟ لماذا يدخل أوروبا إذا الجيش الروسي يتقهقر؟ الآن يتراجع لأن هناك ضربات للجيش الأوكراني، الجيش الأوكراني ضرب يعني خطوط خطر على اللوجستيكا. كيف؟ يعني لوحده بوتين هيك أخذ قرار والله أنا شفقان على الشعب الأوكراني انسحبه؟ لا، هذا حصل لأن الجيش الأوكراني يحقق ضربات كل يوم، هناك 700 إلى 1000 قتيل للجيش الروسي. شاهدوا امهات الجنود الروسي. والله الاحصائيات منين عم تجيبها استاذ؟ موجودين يا حبيبي، موجودين عندكم. من اين تاتي بهذه الاحصائيات؟ على متعاطين الروسي. انا عم بعطي مصادر. انت عطي مصادر. انا حبيبي موجود. انا في مقاطعه. اعطينا مصادر اذا سمحت. لا تتكلم شعارات، اعطي مصادر. مصادر. يا حبيبي انا عم انا اعطيك مصادر على الاخوه المشاهدين. انت اعطي مصادر. آلاف الجنود الروسية في بوتش وباكستومل، في ليمان، في خاركوف، أنتم في موسكو بعيدون حوالي 1000 كيلو متر عن ساحات القتال وتنظرون علينا. تعوا يا حبيبي على أرض المعركة. لا لا تنظر، احكي وقائع. أنا ما بدك تنظر، ما تنظر، احكي وقائع. أنت عم تحكي شعارات على روسيا انسحبت من خرسون، شو بدك أحسن من هذا واقع؟ يا دكتور محمود، هذا هو انسحاب تكتيكي من اجل ارهاب الاوكراني. يا استاذ مين عم بضرب السيف؟ من ضرب سكه خوفسكا؟ 8000 قتيل بشهر، 8000 قتيل بشهر. وين شفتها؟ واي احصائيات؟ يلا اعطينا الاحصائيات. تفضل اعطينا المشاهدين، اعطينا الاحصائيات. مين اخذتها؟ من اين مصدرك؟ مصدرك استاذ محمد، مصدرك مصدري وزارة الدفاع الأوكرانية يلي هي أصدر مصدرك. أي وزارة الدفاع؟ أنا عندي وزارة الدفاع. ما تكلم هذا الكلام، هذا ليس مصدر كلامك. لا حبيبي، حفرجيك، حطه على الشاشة. حفرجيك إحصائية وزارة الدفاع الأوكرانية. خليك سيني على الهواء، حفرجيك. تفضل. وزارة الدفاع الأوكرانية اللي قالت الصواريخ الروسية تتقسم يعني؟ إلا شلون أؤمن بوزارة الدفاع الأوكرانية أنا؟ شلون بدي أؤمن فيها؟ إذا بتقول عفوا أستاذ أحمد، نتأمل في وزارة دفاع أوكرانية يلي بتقول بتقريرها الخاص على صفحة وزارة الدفاع، بتقول ضربت روسيا 44 صاروخ، أصبنا منها 40 صاروخ، سقطوا أربع صواريخ، الأربع صواريخ دمروا 18 هدف. يعني الصاروخ الروسي بينقسم على أربع حساب بعدهم بيضرب. أنا أعتمد على هيك، على هيك وزارة، على هيك مصدر. إذا بيقولوا 44 صاروخ دمروا، أربع صواريخ دمروا 18 هدف. لا هذا كلام، هذا كلام مصادر. هي حرب اعلاميه، هي حرب اعلاميه، لا تدخل في حرب اعلاميه. انا عم بعطيني مصادر محايده، المصدر محايد، لا تعطيني وزاره الدفاع الاوكرانيه. يا استاذ يا حبيبي، نحن نتكلم على مصادر محايده. انا عم بتكلم على اوبن سورس انتليجنت. انت على ايش عم تتكلم؟ وزاره الدفاع الاوكرانيه هي شريكه الحركه. هيدي بروباغندا روسيه مموله من روسيا. لك باي بروباغندا؟ اوبن سورس، شركه امريكيه مشهوره، اوبن سورس اوف انتليجنت يا حبيبي، معروفه. وجود على ارض الواقع. نحن ناخذ الاحداثيات من لا تقل لي احصائيات وزاره الدفاع الاوكرانيه. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، وزاره الدفاع الاوكرانيه هذا شيء طبيعي بالحرب الاعلاميه. اذكرك بالصحافه بالعراق لما قال الامريكان هربوا لقينا الامريكان في بغداد، شيء طبيعي. يا استاذ، انا اتكلم على الاطراف المحايده. خلينا نحكي. انا 22 سنه اعلامي، 22 سنه اعلامي. اصدق والله انت مالك اعلامي، انت مالك اعلامي، احترام لك، انت مالك اعلامي. انت بتعتمد على مصادر غير رسميه، هذا ليس اعلامي.
شبيح سوري شو وينك انت اعلامي يا اسد؟ تابع لبشار الاسد، انت شبيح تابع للمشرف بشار الاسد يلي قتل شعبه. لا لا يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، لا بعتذر انا نيابه عن واحترامنا للدكتور محمود واحترامنا لكل مشاهدينا احنا واحترامنا للرئيس بشار الاسد والشعب السوري الشقيق. يا استاذ محمد البابا لا احنا هنا بنتكلم على اوكرانيا. محمد البابا بشكرك طبعا، بشكرك. دكتور محمود الافندي انا بعتذر لك.